السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أشغال كونتي في اللقاء الصحفي اللي دار وأشنو الجديد في القوانين اللي تكلم عليها. إذا كنت أول مرة كتشوفني، أنا اسمي سفيان وهذه قناة أخبار إيطاليا. تابعوا القناة باش تبقوا توصلوا بجديد أخبار إيطاليا والجالية المغربية المقيمة بإيطاليا. كونتي كيف ما شفتوا دار واحد اللقاء صحفي مطول جدا بحضور وزير الاقتصاد، وزير التنمية الاقتصادية ووزيرة التعليم. وفي هذا اللقاء الصحفي كونتي يعني دوى على أكبر قانون مالية اللي دار في السنوات الأخيرة وربما في تاريخ إيطاليا، هو الديكريتو لوكويديتا. أش كيعني؟ هو مرسوم السيولة. بهذا القانون الدولة يعني كتعطي سيولة مالية للشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة باش تكون عندهم سيولة مالية. هذا الشيء يعني أي شركة، يعني كيف هي صغرى أو كبرى أو متوسطة، بغات قرض من عند البنك، هاد الديكريتو كيخول ليها أن تاخذ قروض، والضامن ديالها الأول هو الدولة بنسبة 90%. نعم إخواني، 90% غتضمنها الدولة لهاد الشركات، وما غيبقاش داك البحث مني تدير يعني طلب للبنكة باش ياخد قرض، غادي يبقى داك البحث ويشوف واش يستاهل ياخد كريدي ولا لا. يعني أي شركة يعني دافع الضرائب ديالها غادي تاخد القرض بكل سهولة. الحاجة الثانية اللي دوى عليها كونتي في الخطاب ديالو اللي هي مهمة جدا، وهي الجولدن باور، أو ما يعني السلطة الذهبية. هاد السلطة الذهبية راه الدولة يعني كتمارسها على القطاعات اللي هي حساسة جدا، بحال قطاع الدفاع السلاح وما إلى هذا، وكذلك قطاع الطاقة. كونتي مدد هاد الجولدن باور، هاد يعني هاد السلطة الذهبية لشركات أخرى، مثلا بحال الشركات ديال لاسيكوراسيوني، شركات ديال لاسيكوريتسا، الشركات ديال الصحة، شركات المياه، وشركات كذلك ديال الفينانسا. هادو كلهم كونتي مدد ليهم الجولدن باور. باش نشرح لكم مزيان اش كتعني هاد الجولدن باور، حنا نديرو في المثال غدا ولا بعد غدا، واحد الشركة إيطالية في واحد الأزمة خانقة بسبب هاد الكورونا فيروس، غتجي شركة ألمانية وغتقول لها أنا غنشري 20% من عند من الشركة ديالك وتولي ملك ليا، وغنعطيك فلوس وغتولي عندك سيولة مالية وما غتبقيش في أزمة. يعني في مثل هذه الحالات الدولة الإيطالية والحكومة الإيطالية يمكن لها تدخل وتبلوكي هذيك العمليات البيع والشراء ما بين الشركتين. علاش؟ حيت الشركة اللي مثلا الإيطالية اللي غتشري غتكون استراتيجية، وكيف ما شلنا حنايا الشركات الاستراتيجية دابا راه هنا دابا فين بانت. يعني شحال من ماسكرينا كانت بغات تجي للطاليان وتحبسات، وشحال من ماسكرينا كانت في يعني ديجا مضوماندي عليها الطاليان، والشركات اللي كيصايبوهم قالت لهم الدولة ديالهم ما تبيعوا حتى شي دولة أخرى. وهنايا ايطاليا حست بلا انها خاصها تولي تدخل بزاف في هاد الشركات. حاجه اخرى اللي تكلم عليها كونتي وهي الديكريتو ابريل. الديكريتو ابريل كيف ما قلت لكم، كيف ما في شهر 3 داروا الديكريتو ديال كره ايطاليا، في شهر 4 غيديروا ديكريتو اخر جديد، وهذا الديكريتو غيكون قوي، غادي يشمل جميع الطبقات الاجتماعيه. هادشي اللي قال كونتي، ما بغيتش نتكلم لكم على هذاك الشيء اللي كيدور دابا يا حيت غير اقتراحات، ومادام هي ماشي رسميه ما نقدرش نتكلم عليها، حيت شفت انا بزاف ديال الناس كيتكلموا على الاقتراحات اللي كاينه في حاليا دابا في البرلمان، وما يمكنش لنا الاخوان نتكلموا عليها حيت الاقتراحات راه تقريبا بالالاف، وهذاك الشيء اللي غيكون قانون راه غيكون غير عشرات القوانين كذلك. ما نتكلموش عليها باش ما يطمعوش الناس بزاف، وباش ما نغلطوش الراي العام يعني. وهذا يعني نداء للقنوات في اليوتيوب ما يبقاوش يتكلموا على هاد القوانين وعلى هاد الاقتراحات بزاف، حيت راه غير اقتراحات وممكن انها تستجيب لها الحكومه ممكن لا. لذلك ما نبقاوش نتكلموا عليها بزاف باش ما نغلطوش الراي العام الاخوان ديالي. حاجه اخرى اللي تطرق ليها هذا اللقاء الصحفي، وهو انه كونتي والوزراء ديالو قالوا بالله راه يعني سوسبنسيوني ديال لي طاسي ديال كونتريبوتي، يعني الناس اللي عندهم طاسي كونتريبوتي راه ما غيتخلصوا، يعني والشركات اللي متضرره من الكورونا فيروس راه ما غيخلصوش الطاسي وكونتريبوتي ديال نيمس لهاد يعني الشهر 4 وشهر 5، ماشي غيتعفاو، غادي غير ياجلوا ليهم. وحاجه اخرى اللي مهمه باش نرجع للموضوع ديال القروض للشركات، يعني الشركات اللي هي صغيره بزاف البارتي تاعو داك الشيء راه كيخول لهم القانون انهم يطلبوا حتى 25 مليون، تضمن لهم الدوله 90% ويقدروا يوصلوا معاهم حتى 100% في الضمانات، ولكن الشروط كاينه شروط، ومن بين الشروط خاصهم يكونوا يعني ضابطين الامور ديالهم الضريبيه، يكونوا مخلصين كل شيء.
وما بين لي كونديسيون باش الشركات يستافدوا من هاد الديكريتو ليكويديتا، ما خصهمش الا خدوا يعني القروض من عند البنوك واستافدوا من الضمانات ديال الدوله، ما خصهمش ليسينسيو حتى شي واحد ما يخرجوه من الخدمه، وكذلك ما خصهمش يديروا ترانسفيرمنت ديال البرودكسيون، يعني ما يخرجوش الشركات ديالهم يمشيو يتحولوا لبلدان اخرى، يعني باش تستافد من الضمانات الدوله خصك تبقى يعني تبرودوشي هنا في الطاليان. في هذا اللقاء كذلك كما قلت لكم كانت الوزيرة ديال التعليم وتكلمت على المدرسة والجديد ديالها، ولكن لهذا الموضوع غادي نخول الفيديو إن شاء الله غدا، غنتكلم لكم يعني على الديتاي ديال اش قالت وزيرة التعليم والجديد في المدرسة، وكاين أخبار إن شاء الله سارة للعائلات اللي عندهم يعني عجز في الأدوات التكنولوجية، يعني بحال الطابلات وبحال البي سي وبحال هذاك الشيء. غدا إن شاء الله غادي نديرو فيديو وغادي نقول لكم أشنو هو الجديد بهذا، كنكون وصلنا لآخر الفيديو، وكيف ما العادة كنطلب منكم أنكم تنشروا الفيديو في الصفحات الفيسبوك الشخصية ديالكم وفي جروبات الواتساب إن شاء الله باش كل شيء يستفيد. وما تنساوش بحال ديما اللي ما مقيدش في القناة يتابع القناة باش يبقى يتوصل بآخر جديد القوانين والأخبار الجالية المغربية في إيطاليا. إلى اللقاء الإخوان.